طيب تيجي بنروح بقى من كفر الشيخ نروح للشرقية. زراعة الشرقية بتوصي بمكافحة الصدأ البرتقالي على القمح صنف سوتس 14. نظمت مديرية الزراعة بالشرقية مدرسة حقلية عن محصول القمح، وده كان طبعا للتوعية عن مرض الصدأ البرتقالي على محصول القمح، وكمان طرق المساهمة في الحصول على أعلى إنتاجية. وكمان استهدفت الندوة عدد من التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح، مثل طبعا طرق الري، المقاومة الخاصة بالأمراض كالصدأ بأنواعها الأصفر والبرتقالي، وكمان أعراض الإصابة بما فيهم طبعا طرق العلاج وعلامات النضج الخاصة بالمحصول وتوقيت الحصاد. كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بهذا المحصول. ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بتقدم كافة الدعم للارتقاء بالزراعة وتخفيف الأعباء على المزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية وزيادة الدخل القومي. كما أشار طبعا سيادة المحافظ إلى ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية لحث المزارعين على استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحسين وزيادة الإنتاجية في المحاصيل الزراعية. الخبر ده مش هينفع يعدي كده، لازم ناخد تفاصيل اكتر عشان نعرف العلامات وازاي ما نقدرش يعني ما نوصلش لمرحلة الإصابة ان شاء الله، ونركز في موضوع الوقاية وحاجات تانية كتير هعرفها من الدكتورة هدى الغرباوي استاذ بقسم بحوث القمح بمعهد البحوث الزراعية. اهلا بك يا دكتور، نورتيني. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يجعل موسم خير ان شاء الله باذن الله، خالي من الامراض باذن الله. يا رب امين يا رب. خليني اخد مع حضرتك فكره الاول على العلامات الاولى لعلامات الصدأ سواء كان البرتقالي او الاصفر، وايه اهم العلامات اللي لازم يكون المزارع يقظ جدا عشان ما يوصلش للمرحله دي. هي اهم علامه موجوده فيه ان هو بالنسبه للصدأ الاصفر بيبقى زي شريط طولي على ورقه النبات، وبيبقى عباره عن بودره. مجرد ما بيمسح الورقه سطح الورقه، بيظهر على سطح الورقه، مجرد ما بيمسح سطح الورقه بيقوم بيلون ايده باللون الاصفر، انها بتبقى لون البودره اصفر. الصدأ بالنسبه للصدأ البرتقالي ده بيظهر في اواخر شهر 2، زي هو دلوقتي الوقت المناسب له، تمام، وبدايه شهر 3، ويبقى عباره عن دوائر شبه دايره، يبقى عباره عن دوائر صغيره ولون برتقاني شويه. وبرضه لما بيبقى بودره، مجرد ما بنمسح سطح الورقه برضه بيكون موجود على سطح الورقه، اول ما نمسح سطح الورقه بنلاقي دي اتلونت باللون البرتقالي. اول بس ده المطلوب من الفلاح في الفتره دي ان هو بس ايه، يمر على الحقل بتاعه ويقلب الورق شمال ويمين. اذا لقى ورقه بالمنظر اللي احنا قلنا عليه سواء دواير او شريط طولي كده، ده في الوقت ده بيروح بيعمل، ما فيش حاجه اسمها وقائيه، بنرش النبات بالمبيد المناسب. في حاجات كتيره جدا موجوده في الجمعيه الزراعيه متوفره للقطاط، فبيرش بيعمل زي الامبريلا، زي نافوره كده بتغرق النبات من تحت لفوق، ما بيبقاش رص سطحي كانه بيرش الحشايش، لا بيغسل النبات ذات نفسه كله، ما يسيبش جزء من النبات في بصره ما وصلهاش المبيد، لان البصره دي مجرد ما لو هو سابها بتنتشر لانها بتنتقل عن طريق الرياح وبتنتشر للنباتات المجاوره. ده اهم شيء. بعد كده بيجي بعديها بفتره حوالي اسبوع او كده، ويجي يمسح سطح الورقه اللي كانت مصابه. لو لقى البودره ذات نفسها موجوده بيبدا يستخدم مبيد ثاني من هو، ويعيد الرش مره ثانيه. واهم شيء يتقن عمليه الرش كويس جدا. وبعديها برضو بتكرر العمليه، يعني هي العمليات بتتكرر 3 مرات. وما فيش حاجه اسمها رش وقائي، يعني انا ما بجيبش مبيد ورش وقائي، لازم المبيد يترش من اول ما اشوف العلامات دي اللي هي بودره صفراء او بودره على سطح الورقه او بودره على وامسحها بايدي وتتلون ايدي اللي هي اللون البرتقالي. دي الحاجات دي كلها، وببلغ المرشد الزراعي التابع للمنطقه او للجمعيه الزراعيه، في الوقت ده هو بينزل بياخده بياكد له المرض وبيقول له ايه هو المبيد المناسب اللي بيستخدمه. احنا ممكن يا دكتور ما نوصلش يعني نعمل عمليه من عمليات الوقايه عشان ما نوصلش للاصابه اصلا لو بقى تابعنا الندوات والارشادات كمان اللي حضرتك هتقوليها لنا دلوقتي؟ هو حضرتك ممكن نعمل العمليه دي بس كان اول خالص، انها تبع السياسه الصنفيه، ما تستخدمش صنف
من بيتي، بتقي من صنف موسي بي وصنف مش موسي بي وبس، يعني موسي بي ويكون لان احنا بنعمله بالمبيدات قبل ما يعني بيتعمل بمطهرات. ولكن برضو يعني هي مش عايزه اقول حاجه يعني غير ان ممكن تيجي يعني فطر جديد يكسر مقاومه اي صنف، بس ده مش وارث في اصنافنا، كل اصنافنا مقاومه. فكانت الوقايه ان انا استخدم الصنف المناسب، ما ارويش يعني ري بالغمر كده واسيب الارض بتاعتي فيها الميه، اصرف الميه على طول، لان وجود الميه برده والرطوبه ده بيساعد على ان الفطر يشتغل مع يعني يدخل على النبات ويخترقه ويبدا يصيبه. كمان ترقيه الحشائش والحاجات دي، لان في بعض الحشائش بيكون عليها بعض الحاجات ممكن تساعد على انتقال المرض ده. يعني هي المعاملات، نعامل صح وفي نفس الوقت نستخدم المبيد، نستخدم الصنف الصح اللي احنا بنوصي بيه في المنطقه. طب دكتور، يعني موضوع الحشائش ده برضو انا عايزه اقف عنده، هل في بعض الاراضي ممكن يكون هي طبيعتها انها فيها حشائش بكثره، طبيعه الارض كده، فالمزارع يكون اشد حرص؟ في اراضي تبقى موبوءه بالحشائش دي، بنستخدم معاها طرق زراعه معينه، بس برضو مش الحشائش هي المهمه في نقل المرض. لا يعني انا طريقه الزراعه ذات نفسها بتنقل امراض ثانيه، يعني ممكن في حاجات ثانيه هي اللي بتنقل، بس مش عن طريق الحشائش، برضو عن طريق ان وجود حشائش يعني ده ممكن يعمل كثافه نباتيه معينه يصاب بحاجه امراض ثانيه، امراض ثانيه زي اللي هو الزغب الابيض او اللي هو البياض الضفيفي. فدي حاجات يعني دي حاجات لازم المزارع يخلي باله منها. وفي طرق معينه لو الارض موبوءه بالحشائش ممكن ان احنا، بس دي عدت الفتره ان احنا بنتبع طريقه اسمها طريقه الحراثي في الزراعه، او بنزرع قبلها بنتبع دوره زراعيه مناسبه بحيث ان احنا نقلل ان في برسيم مثلا بناخد كذا حشه نقلل اللي هو الحشائش كويس في الارض يعني. طب التغيرات المناخيه، السؤال اللي دايما اللي بيجي على بال المزارع عشان برضو يبقى في مأمن ومنأى عن هذا التأثير، المزارع يعمل ايه؟ بالنسبه للتغيرات المناخيه، بالنسبه للنبات القمح هي دي الظروف بتاعته وهي دي احسن ظروف مناسبه له، سواء الصقيع يعني مثلا لو قلنا الصقيع مش هيأثر فيه، بالعكس ده الصقيع ده يعني مش الصقيع البروده الشديده مش هتأثر فيه، الصقيع حتى لو أثر فيه بتيجي في ضرب بعد كده في درجات حرارة بترتفع مرة تانية، النبات بيرتد مرة تانية، مفيش أي حاجة تانية غير إن هو يكون سمت كويس، الري بتاعه يبقى ري على الحامي، دي اللي بنوصي بيه برضه، يكون ري الري بالغمر وإن أنا أسيب الأرض دي المية راكدة فيها فترة طويلة بسبب اختناق النبات. طب لو حصل مطر في ميعاد الري يرحل شويه الري ولا يروي برضه؟ طبعا لو حصل المطر في ميعاد الري بيأخر عمليه الري دي خالص، بيتأخر على الاقل اسبوع. بعد كده لازم يصرف الميه اللي كانت موجوده في الارض، لو هو ما سمتش وكان في جرعه سماد فاضله له وما سمتش وكان فاضل له جرعه سماديه ممكن واثناء المطر ما هي شغاله ينزل يفضل. ده الناس اللي زراعتها متاخره، لكن دلوقتي احنا سمينا وخلصنا كل حاجه. كل ما علينا بس ان احنا نبص نتابع النباتات بتاعتنا ونقلبها شمال ويمين عشان ظهور الامراض، هي الفتره دي بتاعت الامراض. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره هدى الغرباوي، استاذ بقسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقليه، شكرا جزيلا ليكي، واتمنى ان كل المزارعين يركزوا فعلا يعني عشان ما يبقاش في اي اصابه لا قدر الله. والدكتور مشكوره قالت لنا التفاصيل الخاصه بالعلامات اللي ممكن تحصل لبدايه ظهور الصدى البرتقالي او الاصفر لا قدر الله، واتمنى لكم يا رب موسم ناجح لزراعه القمح.